تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا النهارده بنتكلم عن تشابتر 4. تشابتر 4 بيكلمنا على تايتل اسمه الانفورميشن او ريسيرش او ما شابه، او ماركتنج ريسيرش. ايه عباره عن ايه، او ايه الغرض من تشابتر 4 كله؟ الغرض من تشابتر 4 ان احنا كان عندنا البريفيوس تشابترز كانت بتتكلم عن ان احنا نبتدي نعمل اسسمنت او اناليسز للماركت وللكونسيومر، ونحاول نعمل بورتفوليو اناليسز، ونستخدم البي سي جي ماتريكس، ونستخدم السوات اناليسز، ونستخدم اكتر من تول او بورتفوليو ماتريكس، ونجنريت الميشن، ونجنريت فيجن، ونعمل استراتيجي، ونعمل سيجمنتيشن، ونعمل تارجتنج. فكل ده محتاج انبوت، والانبوت هتبقى المعلومه، والمعلومه دي لازم تبقى اوثنتيكيتد، يعني تبقى موثقه او تبقى معلومه قويه تعبر عن الواقع بتاعها فعليا. فنعمل ايه لو المعلومه مش موجوده، او نحاول نجيب المعلومه منين، او ازاي اقدر احصل على المعلومه دي او الماركتنج انفورميشن دي بشكل ستراكتشرد، وبشكل في نفس الوقت ريلايبل واكيوريت. فالتشابتر ده بيقول لو المعلومه مش عندك، لو الرقم الفاليو البرسنتج مش عندك، ازاي تحاول توصل لها باستخدام الماركتنج انفورميشن. ده الغرض او ده الجول من التشابتر كله. في اول التشابتر في كونسبت بيفرق ما بين اكتر من حاجه. اولا تعالوا نراجع مع بعض الجراف ده. الفيجر دي بتقول ايه؟ بتقول لو انتم ملاحظين نوعا ما، يعني كانه ده الانترنال والاكسترنال انفايرمنت اللي هم التو لايرز اللي فوق واللي تحت. اللي تحت ده انترنال واكسترنال انفايرمنت، وهنا عندنا الانفورميشن سيستم. طيب نتعامل معاها ازاي؟ غالبا محتاج اقيم النيد الاول، يعني لو عندنا كي وورد هنا هتبقى النيد. سوري النيد. ايه الاحتياج اصلا؟ هل انا محتاج الانفورميشن دي ولا لا؟ وبعدين هيعمل لها ديفلوبمنت، هعمل لها كابتشرنج، هجيبها منين؟ وبعدين اعمل لها اناليسز عشان استخدمها ايذر مع يعني اليوزر او الكونسيومر او الكاستمر. فبالتالي البيلدنج بلوكس الاساسيه للجراف ده يعتبروا كده 1 2 3 4 5. واحد اليوزر او الناس اللي انا هجيب منها وهطبق عليها الانفورميشن. اثنين الايكو سيستم كله اللي هو الانترنال والاكسترنال انفايرمنت اللي هي اللاير دي. ثلاثه النيد، الديفلوبمنت للنيد. اخر حاجه خمسه هانالايز واستخدمها ازاي. فبالتالي لو انت دورت على عدد من الكي ووردز في الرسمه دي هيبقوا كده 1 2 3 4 5. المربع او المستطيل اللي جوه ده مهم قوي، بيقول لما تشوف يا ترى عندك نيد محتاج الانفورميشن دي ولا لا. مثلا يعني نيد ازاي؟ يعني مثلا في البي سي جي ماتريكس لما نتكلم على الماركت شير بتاعتنا، او نتكلم على الماركت شير، او نتكلم على الماركت شير للكومبيتيتورز والماركت ليدر وترتيب البلايرز في الماركت هجيبها منين؟ فده سؤال. فهل انت محتاجها ولا مش محتاجها؟ هل هي موجودة عندك ولا محتاج تجيبها من مصدر؟ فده هيبقى السؤال الاول. طيب هجيبها منين واتعامل معاها ازاي؟ عندنا ثلاث بدائل كبيرة: internal database، marketing intelligence، و marketing resource. internal database، marketing intelligence، و marketing resource. مين يحاول يقول لي الفرق ما بين الثلاثة من اللي انتوا قريتوه؟ ايه الفرق ما بين internal database، marketing intelligence، و marketing research؟ يعني انا كشركة ايه الفرق ما بينهم، وتقريبا يعني امتى اعمل ده او استخدم ده واستخدم ده؟ مين يحاول يقول لي؟ هو ممكن الداتابيز لو انا عايز اعرف حاجة جوه الشركة بتاعتي مثلا مالهاش علاقة بالماركت او يعني او بال او السايد. ممكن يعني الانترنال داتابيز دي تعرفها هي ستورد داتا اوريدي عندك، اجيبها لك اهي. انترنال داتابيز جت منين؟ بجمع طول الوقت من الكونسيومرز بتوعي ومن الماركت، اند ماركتنج انفورميشن اوبتيند فروم سورسز وذين ذا كومباني. دي النقطه اللي انت بتقولها، بس هي الحقيقه يا برضو يا لؤي مش اللي عن الشركه فقط، انما ممكن تبقى عن الاخرين، بس هي اوريدي ستورد عندي. مثلا يعني لو انا عندي يعني داتا سيت، او عندي انترنال داتا بيز اللي هي السوفت وير حتى، ودي كونكتد مع بعض الريدرز اللي موجوده في الاوتلتس او في الفروع او في المحلات او في الاماكن العامه او ما شابه،
طبعا دي بتبقى متعبه شويه عشان حتى تاخد بيها موافقات من اي بلد او غيره، انما انت هنا هتبقى عندك معلومات اغلبها عن الشركه صحيح، انما في حاجه جزء منها عن العالم الخارجي او عن الاماكن اللي بره. مثلا لو انت بتبيع في اونلاين ستور، انت عندك برودكت وبتبيعه في اونلاين ستور، الاونلاين ستور ده بيدي لك ديتا اغلبها عنك، وممكن يدي لك ديتا عن ترتيبك مثلا، فيقول انت رقم واحد في مبيعات كذا، وده رقم اتنين وده رقم تلاتة، عشان يقول لك انت مكانك فين. ده هتعمل له ستورج عندك في الانترنال داتابيز. كويس، صح يا لؤي. التانية الانتليجنس دي لو عايز اعرف حاجه عن كومبيتيتور او كده او الماركت عموما او الناس بره. معلش قولي الاسم لحسن ما طلعش قدامي. احمد ايوه صح يا احمد، احمد صور. دي انا بجمع بشكل دوري، يعني الفكره فيها هنا ان انا بجمع بشكل ريجولر، يعني كلمه ريجولر هنا هتبقى مهمه، وبجمع من الانفورميشن اللي متاحه بشكل عام بابليكلي، برضو كلمه مهمه قوي، وطبعا عن كل الناس بقى او عن كل، خلينا نقول الستيك هولدرز، يعني العملاء اللي هم الكونسيومرز، الانترميدياريز اللي هم الكاستمرز مثلا، والكومبيتيتورز، واي ديفلوبمنت بيحصل او اي امبروفمنت او اي اكسترا انفورميشن على الماركت. دي حاجات انت بتجمعها، خلينا نقول هنا برضو من صفات السيستماتيك كوليكشن هنا الانتليجنس انه جينيريك شويه، يعني عام، يعني مين باع بكام، مين اشترى بكام، الاوتلتس فتحت قد ايه، فتحت في انهي اماكن، المولات، المولز، الجاذرنج اللي بيعملوه الناس، وات ايفر بقى الانترميدياري او السبلاير بتاعك بيعمل ايه. فانت بتجمع انفورميشن هنا بشكل بابليك وبشكل جينيريك ومن الاوتسايدرز اكتر، من العالم الخارجي بتاعك وبتاع والخاص بالاخرين. طيب الاخيره بقى ماركتنج ريسيرش، دي يا دكتور بتبقى مثلا برضو كوليكشن او اناليسس لداتا معينه بتبقى ريليفنت للماركتنج سيتويشن بيواجه الاورجنايزيشن بتاعتي. صح، هو بس عايزين نحدد فيها كمان اكتر عبد الرحمن، دي فيري فيري كاستمايزد، يعني اذا كانت الاولى نعتبر دي اللي هو انا برد بيها على سؤال معين. بالظبط بالظبط، اذا كانت الاولى الانترنال داتابيز جينيريك انترنال، فالانتليجنس جينيريك اكسترنال. طب الماركتنج ريسيرش لا، مش جينيريك ولا انترنال ولا اكسترنال، فيري كاستمايزد، فيري فوكسد على سؤال بعينه والموضوع بعينه. فانا عندي حاجه فيري فيري سبيسيفيك، فيري فوكسد ايشو، طالع منه عدد من الاسئله، ممكن يبقى الاسئله دي كلها تتجمع في سؤال ميجر او عدد من الاسئله الماينر، وبحولها الى ريسيرش مخصوص سبيسيفيك يرد عليه. فاهم ما يميز النوع ده كريم الاديه. لا كريم بالهنا والشفا كريم، ده سيستماتيك ديزاين هنا اوف ذا ماركتنج ريسيرش، جاي كاستمايزد قوي، جاي خاص جدا للحاله دي. اوكي، ومن اهم علامات الخطوات بتاعتها هم دي ثلاث خطوات اربع خطوات رئيسيه. ايه اهم كيورد يا جماعه في خطوات الماركتنج ريسيرش بقى؟ اهم خطوات في الماركتنج ريسيرش مين يقول لي عليهم الكيوردز هنا؟ ديفايننج، ديفلوبينج، امبلمنتينج. طيب ديفايننج هنا عبد الرحمن، ديفايننج البروبلم، يعني ايه السؤال، ايه الريسيرش اللي بندور عليه؟ هل لازم يبقى بروبلم يا عبد الرحمن؟ لا، ممكن تبقى اوبجكتيف عندنا، يعني او كيس ستادي، تبقى اوبورتونيتي. كويس، يعني تبقى فرصه مش لازم مشكله، يعني هل يا ترى نعمل ديفلوبمنت لبرودكت جديد، هل يا ترى ندخل نيو ماركت، دي مش بروبلم، ده اوبورتونيتي. فكلمه بروبلم بس دايما بتتقال في الريسيرش في الاول، سواء ماركتنج ريسيرش او ساينتفك ريسيرش، مش مقصود بيها انها مشكله، مقصود بيها ريسيرش كويستشن. كويس، طيب فاول حاجه تديفاين البروبلم، تاني حاجه تديفلوب ريسيرش بلان. هديفلوب ايه، يعني هعمل ايه، يعني هنقول ايه، هنقول ازاي هجمع ديتا، يعني ايه هي الطريقه اللي هجمع بيها ديتا. البلان او ديفلوب او كده عايزكم تفتكروها بانها الديزاين، يعني كل ده مقصود بيه انك هتعمل ديزاين، والديزاين هو قال هنا عليه كانه، يعني لما بيقول لك هنا في ثلاث انواع، اعتبر الثلاث انواع دول هما في الديزاين. متفقين؟
يبقى ممكن نقول عندنا كم نوع ديزاين يا عبد الرحمن؟ 3 exploratory, descriptive وكوزل. كوزل اللي هو كأنه السببي يعني. فالتلاتة ريسيرشز دول ينتموا لإيه أكتر؟ ينتموا للمنطقة بتاعت الديفلوبينج بلان أو ريسيرش ديزاين. بعد كده هعمل إيه فعلياً؟ هجمع داتا بقى، هكولكت داتا وأعمل لها أناليسز وأطلع فاينل كونكلوجن اللي هي الريبورتينج والفايندينجز اللي هي فعلياً هترد على السؤال الأولاني ده. يعني عشان أوضح لكم نوعاً ما أهم ما يميز الماركتينج ريسيرش ده أو يفرقه عن الساينتفك ريسيرش، ان في الساينتفك ريسيرش في النص هنا ما بين 1 و 2 في خطوه واحده ناقصه. حد عارف اسمها ايه؟ ما بين ديفاينينج ذا بروبلم، الجماعه بتوع الريسيرش فين، وديفلوبينج ذا ريسيرش بلان اللي هي الديزاين. في النص هنا في خطوه رئيسيه قوي غير شويه فروق طبعا مهمه في كل خطوه. ايه هي؟ حد يقدر يعرفها عشان نعرف الفرق؟ الجماعه بتوع الريسيرش فين؟ دكتور انت في الفيديو قلت ان احنا بنرجع للساينس، يعني نشوف ايوه الساينس ايه. الساينس هنا بيسموه ليتريتشر ريفيو احمد، اللي هي الرجوع لراي الساينس، نشوف الساينس بيقدم لنا ايه، ساينتفك بيبرز بيقدم لنا ايه في شكل ابلايد ريسيرش، في شكل بيزك ريسيرش. الجماعه واحنا بنعمل ماركتنج ريسيرش مش لازم يكون عندنا الخطوه دي، الا اذا كنا بنعمل ساينتفك ماركتنج ريسيرش، يعني الساينتفك ماركتنج ريسيرش يتعمل فيه كده. فالخطوات الاساسيه هي تاني defining the problem, the research question, the need اللي كأنك بتقول assessing the need، وبعدين design، والdesign ده ثلاث أنواع exploratory, descriptive و causal، وبعدين implementing بمعنى جمع data و analysis الاثنين أهم two keywords هنا، collecting و analyzing، وفي الآخر the final conclusion أو the outcome اللي هو basically بيرد على الأسئلة اللي كانت هنا. كويس؟ حد عنده سؤال في الأربعة دول كده، الأربعة ستيبس عشان نفرق ما بين الفور تايبس اوف ذا ريسيرش ديزاينز؟ مين يقول لنا الفرق ما بين الثلاثة دول؟ فهمتوهم ازاي؟ اكسبلوراتوري وديسكريبتيف وكوزال. مين يقول الفرق؟ هو انا فاهم بين الاكسبلوراتوري والديسكريبتيف ان الاكسبلوراتوري ده يعني انا بجيب معلومات مبدئيه في الاول، يعني بعمل ريسيرش مبدئي بجمع فيه يعني الاسينشال داتا اللي هشتغل بيها. الديسكريبتيف ده تعال نفكر، بقول لك تعال نفكر، احنا جينا اصلا نعمل ماركتنج ريسيرش عشان ما نعملش حاجه عامه ولا حاجه مبدئيه، احنا عايزين حاجه فيري سبيسيفيك. بص بقى يعني تعال نفرق، مش احنا اتفقنا على في انترنال داتابيز كانت بتجيب جينيريك انترنال اللي هي ممكن بتعمل اللي انت بتقوله ده، بتديفاين بشكل مبدئي ايه المشكله، وكان عندنا انتليجنس، الانتليجنس جاب لنا جينيريك اكسترنال فبنعرف المشكله شكلها ايه بشكل مبدئي اكسترنال. فاحنا عرفنا المشكله بشكل مبدئي انترنالي من الانترنال داتابيز واكسترنالي من الانتليجنس، فلما يجي ماركتنج ريسيرش ويعمل لي تاني جينيريك وافهم المشكله بشكل مبدئي يبقى ما ادانيش اضافه، فمش هو ده المقصود قوي. انا عارف ان ممكن التكست يوحي لك بكده بس هو مش ده المقصود بالظبط. فهمت هتفكر ازاي؟ اكسبلوراتوري بتحس انها ام اكسبلورينج ذا ايشو، صح؟ ام اكسبلورينج ذا 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 توبيك او ذا بروبلم، لا مش قوي كده. هي صعبه تتجاب من هنا بسهوله، هقول لكم انا. انما هو غالبا انا بقول لكم ده لسببين، لانه في منكم بياخد بعد كده ساينتفك ريسيرش او واخد ساينتفك ريسيرش، وبرضه لان انتوا انجينيرز يعني واحنا بندرسها في هندسه لازم نوضح ده احسن شويه. ايه هي؟ انه التلاته ريسيرشز دول بيدوروا على انسر لحاجه اسمها فاريبل، ولذلك قال هنا هايبوثيسز. كلمه هايبوثيسز هنا او هايبوثيسز اللي هي مفرد او جمع ليها دلاله انه بيدور على فاريبل. هو ايه الفاريبل؟ يعني ايه فاريبل يا جماعه؟ لما نقول تعال ندور على الفاريبلز اللي بتعمل انفلوينس for my research او my phenomena او my questions، هتبقى ايه الفاريبلز دي؟ يعني ايه فاريبل؟ البيهيفير بتاع كاستمر مثلا فاريبل، يعني ماركت شير مثلا. يعني خليني اقول لكم، لو انا بدور هل الكاستمر بتاعي ساتسفايد ولا لا، ده سؤال الانترنال داتابيز ما قدرتش تجاوب عليه قوي. بالعكس ده الانترنال داتابيز عمل التريجر كده انه there is a need ان انت تبص على الكاستمر ساتسفاكشن لانه ارقامنا بتقل،
ولما بصيت على الماركتنج انتليجنس لقيت ان المبيعات بتزيد عند مين؟ عند الاخرين مش عندنا. الله، يبقى فعلا الانترنال داتابيز لما قالت العملاء بيقلوا والاكسترنال ماركت بيقول كمان ان الاخرين بيبيعوا، يعني مفيش مشكله قوي في الماركت، يبقى انا الكاستمر ممكن يبقى فيه مشكله ساتسفاكشن. فروحت للخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه ايه هي؟ ماركتنج ريسيرش. هتعمل ايه في الماركتنج ريسيرش؟ هحاول اجاوب على السؤال اللي بيقول هل الكاستمر ساتسفايد ولا لا. فلو سالتك انت ككاستمر لاي برودكت او اي سيرفيس، الساتسفاكشن ده ايه اللي بيأثر فيه؟ لو لقيت احسن كواليتي مع احسن سعر مثلا. خلاص، يبقى ده كومبيتينج كواليتي. ادي واحد، عد لي عدد من الكومبوننتس كده. ده كومبيتينج كواليتي. ايه تاني؟ برايس. البرايس ادي اتنين. ايه تاني؟ ان الحاجه تبقى افيلبل مثلا، تلقاها افيلابيليتي. كويس. ايه تاني؟ بصوا احنا عمالين نعد في فاريبل، صح؟ بقى كده فاريبل يعني ايه عشان نبقى متفقين؟ فاريبل يعني كومبوننت يا جماعه. فاريبل يعني كومبوننت. الكومبوننت ده بالنسبة لكم عامل زي كده، أو أوريكم الشاشة دي، أظن برضو كانت موجودة في الفيديو. بالنسبة لكم أنتوا الفاريبل ده كأنه الـ X1 و X2 و X3 لغاية XN، اللي هو الكومبوننت اللي بيأثر في الواي. الواي هنا دي يا جماعة، مين يقول لي مين الواي في كلامنا؟ الكاستمر ساتسفاكشن. الكاستمر ساتسفاكشن بالظبط. والـ X1 هي البرايس، X2 هي الكوست، وإحنا ماشيين كده بقى XN. وطالما فاريبل، الفاريبل ده ككومبوننت كمكون له أكتر من صفة. أول صفة ليه الكمية الملحقة بيه إيه؟ اللي هي البيتا، يعني الأماونت بتاعته قد إيه؟ هل 0.1.2.3.4 كلها أجزاء من الواحد أو من المية في المية؟ 10 20 15 whatever الأماونت قد إيه؟ الحاجة التانية من صفات الفاريبل اتجاهه إيه؟ يعني الكوست يا جماعة لما تزيد الساتسفاكشن يزيد ولا يقل؟ يقل. Which means إن العلاقة inverse، معكوسة. فهنا هتظهر الساين بالنسبة لنا نيجاتيف. غير حاجة تانية زي الكواليتي، ممكن الكواليتي تبقى positive أو plus وهكذا. فبالتالي عندنا variable يعني component، variable يعني component ملحق به من صفاته كمية ودايركشن positive أو negative وsignificance اللي هي علامة الستار دي، اللي هي الستار اللي هي مثلا بتطلع في الاستاتيستيكال اناليسيس، يقول انه بص الفاريبل رقم 2 ده او الفاريبل رقم 4 وات ايفر، وممكن يبقى اكتر من فاريبل، از ذا موست كريتيكال فاريبل او ار ذا موست كريتيكال فاريبلز، لان ده فاريبل مهم جدا، كانه كده الماده الفعاله مثلا في تركيبه الدواء، التربيط او اللينك او اللحام اللي موجود مع مجموعه كومبوننتس، هو اكتر حاجه كريتيكال للواي اللي هي ساتسفاكشن او وات ايفر انت بتعمل ايه. فبالتالي نتفق ان variable يعني component، ونتفق ان الكومبوننت له اكتر من صفة، amount ودايركشن وsignificance. متفقين على كده؟ دكتور عندي سؤال هنا. اتفضل. هو احنا بنتكلم على significance، بس يعني انا حاسس ان هي يعني ممكن تبقى implicit اكتر في البيتا. هي البيتا في الاخر يا احمد هي اماونت، حتى لو كانت 99%، بس مثلا يعني مش معنى انه البلاستيك مثلا اكبر كميه في شاشه التلفزيون يبقى ده اخطر حاجه. يعني ممكن يبقى هو من حيث الوزن مثلا، من حيث الكم، وممكن يبقى حتى احيانا من حيث البرايس ككوست يعني اكبر حاجه، انما هل ده الموست كريتيكال decision بالنسبة لي كعميل عشان اشتري التلفزيون ده، ولا ممكن يبقى resolution او power consumption مثلا؟ تمام، انا فاهم قصد حضرتك، بس يعني في الـ equation اللي قدامنا هنا البيتا هي اللي بتأثر اكتر في satisfaction، صح؟ لا، البيتا amount يعني هنا نبص مثلا اللي تحت ده example مثلا على ان الـ variable ده كأننا بنتكلم على اسهم يعني، فالـ variable ده مثلا الـ weight بتاعه 72 او 73%، انما هنا الويت بتاعه 13% 12.8 او 128. الويت هنا ده مع انه اقل، بس ده سيجنيفيكانت. يعني ايه سيجنيفيكانت؟ يعني ممكن يكون ده بيكسبك اكتر مع ان عدد الاسهم بتاعته اقل مثلا. واضحه الفكره؟ هو انا يعني انا فاهم قصد حضرتك، بس انا مش عارف اتخيلها في الايكويشن يعني هتحقق ازاي. هقول لك حاجه، انت لما تدخل مطعم، انا بقول لك بشكل بسيط، تدخل مطعم
المطعم ده صرف قد ايه ديكور؟ فلوس كتير، بس انت ده بيشيء بيبسطك، بيعملك ساتسفاكشن. طيب صرف قد ايه فرنتشر واساس، يعني اساس فيزيكال غير الديكور اللي معاه؟ لا كتير. طيب صارف قد ايه على الماشينريز اللي جوه؟ لا كتير. انما في الاخر طريقه التقديم او الموظف اللي بيقدم لك الحاجه تكلفتها اقل حاجه، ممكن تبقى تكلفه اقل في المجموع ده كله، بس كريتيكال جدا ده من حيث الاماونت. تمام. فبالتالي السيجنيفيكانس ممكن يبقى طبيعي اسوشيتد مع هاي بيتاز، كميه بيتا عاليه، انما مش لازم. يعني اللي بننبه ليه انه مش لازم، مش دايما، مش شرط، مش اكيد. فاهمني؟ تمام. يعني البيتا هنا مش هي الويت في التاثير، هي بس الاماونت بتاع الفاريبل ده في الايكويشن وخلاص. لو قلناها بالعباره بتاعتك ممكن، لو قلت انها الاماونت اللي بتعبر عن حجم الفاريبل، انما اتس نوت ا ماست تبقى هي ذا كريتيكالنس اوف ذا فاريبل. تمام، واضحه كده؟ واضح. شكرا دكتور. طيب بنقول ده ليه بقى؟ بنقول ده عشان نرجع تاني لما نتكلم عن الثلاث انواع اللي هم دول. الحقيقه كل نوع من دول بيتارجت حاجه من الفاريبلز ببساطه شديده. الاكسبلوراتوري بيقيس الفاريبل موجود ولا لا، بس هو ده اللي عبد الرحمن بيقول عليه ايه، يعني انيشيالي كده بنعرف مبدئيا. بنعرف مبدئيا ايه بقى؟ بنعرف مبدئيا الساتسفاكشن بتاع العميل بتاعنا بيتعمل من ايه. لو لقينا ان الديكور مش فارق، مش موجود معانا في الفاريبلز، وانه الفاريبل الفلاني هو الموجود، فكان هنا في الاكسبلوراتوري بنليست واتس ان واتس اوت، اكسكلوجن انكلوجن كرايتيريا، بس مين الفاريبلز اللي معانا. في الديسكريبتيف هنقيس ايه؟ هنقيس الاماونت والدايركشن، يعني هنقيس توصيف حجم الفاريبل ده. الاخير وده اصعب واحد بقى يا احمد ويا عبد الرحمن، اللي هو بيقيس السيجنيفيكانس، اللي هي الحاله اللي بيسميها كوز اند افكت. شايفينها مستخبيه هنا كده، كوز اند افكت، لانه فعليا بقى الكوز بيتسبب اكتر من الفاريبل السيجنيفيكانت ده اللي هو الكريتيكال. زي كده علبه الدواء علبه الدواء مالها؟ انا مش بشتري علبه الدواء عشان ال15 منتج اللي فيهم او التركيبه، مش عشان 15 كومبوننت في التركيبه. الحقيقه في ماده فعاله او اتنين، ولذلك لما الفيزيشن يكتب لي الدواء اروح للفارماسيست يقول لي الدواء ده مش موجود، بس في دواء تاني بنفس الماده الفعاله، ده معناه ان شركه تانيه بتركيبه اخرى، انما هما الاثنين لازم يستخدم الماده الفعاله دي، لان الساينتفك ريسيرش بيقول ان الماده دي اللي هي الكومبوننت ده هو الموست سيجنيفيكانت فاريبل امباكتنج، او بيأثر على مين؟ بيأثر على الفينومينا تو هابن، يعني اللي هي ان يحصل كيور او يحصل علاج من المشكله دي. دكتور، يعني حضرتك قصدك الكاجوال ريسيرش بيبقى عباره عن يعني ستيب بتتعمل بعد ما عملنا اكشن اوريدي بريفيوس، يعني بريفيوس ريسيرش. كوزل الاول يا عبد الرحمن، كوزل. سوري يا دكتور ما سمعتش. كوزل نوت كاجوال، كوزل. كوزل، ما سمعتش. يعني هي مبنيه على اكشن عملته بيزد على الريسيرش اللي قبله. والله بص بقى، انت شايف الشاشه اللي قدامك؟ الشيرد. والله يطلع انه مثلا لؤي عمل الريسيرش الاولاني اللي هو الاكسبلوراتوري، كان موجود في الديبارتمنت ويمكن شغال وساب لنا ماركتنج ريسيرش، يقول بصوا يا جماعه الساتسفاكشن بتاعنا بيتشكل من الفاريبلز دي. فلؤي عمل ايفورت في ده، يجي بعد كده احمد ابراهيم يحاول يعمل انفستيجيشنز اكتر، فياخد الريسيرش ده ويعمل له يعني كومبريهنسيف اناليسيس اكتر، ويكوندكت ريسيرش يقيس كل فاريبل من دول مقداره قد ايه. بالنسبه لنا العميل بيتبسط اكتر من الكواليتي ولا الكوست، من البرايس ولا الديستريبيوشن، من ايه بالظبط، فيظبط لنا الاماونت والدايركشن. يجي عبد الرحمن يعمل الشغل الادفانسد اكتر ويقول لنا الفاريبل اللي بكميته قد ايه والدايركشن ايه اللي بيفرق معانا في الساتسفاكشن. وممكن يبقى برضو ده ريسيرش منشور، يعني موجود بشكل بابليك، ناس عملت ساينتفك ريسيرش عن الساتسفاكشن من الموبايل، ودي ميزه انك تقرا ليتريتشر، يعني قيمه انك تقرا ليتريتشر في الخطوه اللي هي مش موجوده عندنا هنا اللي هو ساينتفك ريسيرش، انك هترجع لريفرنس علمي وقوي يقول لك الناس بتبقى ساتسفايد من المنتج ده او البرودكت ده او الحاله دي. وهتلاقي اسئله كتيره جدا، مش مجرد ساتسفاكشن، هتلاقي على حاجات كتير
ماركت بينتريشن وماركت ديفلوبمنت واستراتيجيز وغيره، بتجاوب لك اوريدي الناس بتفكر ازاي تجاه المنتجات وتجاه الخدمات وتجاه كل حاجه. طب حتى لو كانت في بلد تانية هتبقى جايدنج ليك برضو. حتى لو كانت في بلد تانية بظروف اخرى، خلاص ما انا اخد هنا وكاستمايز ده عندنا. وعشان كده دايما بيبقى عندنا نيد فور ماركتنج ريسيرش على الاقل على مستوى الشركه او الماركتنج ديبارتمنت، وممكن يبقى عندنا اكتر نيد اكتر ان احنا نكوندكت ساينتفك ريسيرش، نرجع لساينتفك ريسيرش عشان نجاوب على الاسئله دي احسن. فكل البدائل ممكنه هنا، اما ان عبد الرحمن يعمل الثلاثه ريسيرشز دول، اما انه حد سبقك وعمل رقم واحد وانت هتعمل اتنين، او عمل واحد واتنين وانت هتعمل ثلاثة. بس انا حابب انك تبقى فاهم الفرق اكسبلوراتوري بيشتغل على ايه. بيديفاين مبدئي ايوه، بس ايه مبدئي في ايه؟ بيقيس يا ترى انهي influencing variables included والvariables excluded. descriptive بيوصف الvariable، بيدقق بقى الvariable ده كميته قد ايه والdirection قد ايه. الكوزل cause and effect، افتكرها بcause and effect، السبب والنتيجة أو الأصل، إنه هو بيدور على significance. وطبعا أصعبهم الأخير هو اللي بيبقى صعب شويتين، محتاج ممكن جمع ديتا أكبر، محتاج مجهود من أكتر من researcher، محتاج يبقى عندنا awareness بالأجزاء اللي قبلها أكتر وهكذا. سهل؟ سهل، بس في حاجة أنا عايز أفهمها أكتر يا دكتور. yes. هو الـ variables دي أو الـ equation اللي احنا عملناها على الـ variables دي بنطبقها على الـ 4 P's كلهم ولا بنطبقها على الـ P بتاعت الـ product بس؟ لا it depends بقى على الـ problem definition. يعني لو انت شغال في الـ P مثلا بتاعت الـ product، ممكن يبقى السؤال على الـ product quality بس، يعني ده أصلا السؤال بتاع research. فبالتالي لو السؤال بتاع research على الـ product quality، ممكن مسألة التوزيع البليس او مساله مثلا البرايس ما تبقاش within the focus. ودي قيمه برضو ستيب نمبر 1 في الماركتنج ريسيرش، ان انت بتديفاين الفوكس اللي بتجاوب عليه ايه. احنا لما قلنا ساتسفاكشن جبنا كلهم، يعني لما كانت الواي ساتسفاكشن فالعميل اكيد هيبقى مشغول بالبرايس والبليس والبرودكت والبروموشن وبالسيجمنتيشن. انا ممكن ابقى عميل عندك مثلا وبقول لك الله انت مش بتحقق للسيجمنت بتاعتي منتج ليه، لما بتروح انت وتلاقي تي شيرت بالديزاين ده وتي شيرت بالديزاين تاني بس الوان ده مش موجوده عند ده والالوان دي مش موجوده في الديزاين ده، فبتبقى زعلان كانه هو مش محقق للسيجمنت بتاعتك كذا او المقاس او التوزيع. فممكن لان كلمنا الاكزامبل ساتسفاكشن فجت كل البيز، انما لو على واحده منهم هيبقى بتفاصيلها هي. تمام. طب هو في حاجه برضو غريبه شويه في الايكويشن دي، كان في كونستنت كده. هو اللي بيحصل بالنسبه لكم، اجيبها تاني، انا حاطط هنا الكونستنت عشان تبقى انتوا اوير بيه، بس انما هو ممكن طبعا احنا هنروح نجمع ديتا فعليه، يعني هناخد الفاريبلز دي وهنعمل ديتا كولكشن ميثود زي ما موجود عندنا في اخر الشابتر. مثلا يعني كويستشنير في اسئله بكلوزد اندد كويستشنز، الاسئله دي سألت عليها عدد من الناس أو سألت عدد من الناس حسب السامبل والسامبل سايز، فسألت 10 أو 100 أو 1000، أخدت الديتا دي عملت لها statistical analysis باستخدام whatever application، ممكن الإكسل، ممكن SPSS، ممكن Minitab، ممكن MATLAB، ممكن R، applications كتيرة قوي هتساعدني عشان أران الإكويشن دي بشكل سهل. الديتا لما تطلع هيبقى فيها amount constant اللي هي كأنه مثلا يعني لو أنا بستثمر في المثال بتاع البورصة وعايز أكسب أعلى مكسب على 1,000,000 جنيه ولا 100,000 جنيه، فبيقول الحد الأدنى للاستثمار 7,000، وبعد كده بيحاول يقول لي الكميات بتاعت كل حاجة. في options إن أنت يعني يبقى الكونستنت ده مش فارق بالنسبة لك أو كده، بس أنا بقول الكونستنت عشان الأوير أكتر بالرجريشن، لأن اللي قدامنا ده كأنه رجريشن موديل يعني. تمام، شكرا لك. العفو العفو. في كونسبت بقى بيقول انه خلي بالك في عندنا فرق ما بين نوعين من الانفورميشن او نوعين من الداتا، عندنا سكندري وعندنا برايمري، صح؟ برضو يهمني تفرق ما بينهم بشكل كويس. ايه الفرق ما بين السكندري والبرايمري؟ حد عايز يقول؟ مين يقول الفرق ما بين السكندري والبرايمري؟ ماشي، السكندري دي ممكن نقول عليها جينيريك و already processed، والبرايمري دي حاجة
already حلو قوي. اه يعني هي already processed by another او previous research. اوكي تمام. البرايمري بقى دي انا بجاوبها في الماركتنج ريسيرش بتاعتي، بجمعها مش بجاوبها. تمام. واحيانا بنقول في عندنا لفظين يفرقوا شويه، لو قلت gathering يبقى انت بتجمع secondary نوعا ما. يعني gathering بمعنى ايه؟ ان انت جايبها بالعربي البسيط خالص، جبتها كما هي، استجلبت الداتا دي كما هي. فلو اي عمل ريسيرش قبلي فانا استفدت بالريسيرش ده، استفدت فيه فين غالبا؟ في منطقه البروبلم ومنطقه الديزاين اللي هم اول تو ستيبس اللي هي البلان. يعني في منطقه البروبلم ديفينيشن هستفيد بالريسيرشز اللي قبلي، بالريبورتس اللي قبلي، بكل انواع الانفورميشن. ولذلك الحقيقه لو هي بروسيس دي احمد هنسميها اكتر انفورميشن مش داتا. تاني؟ تمام. عشان كده حتى هو يعني دايما بتبقى عايزه شويه دقه، يعني بتبقى دي ملاحظتي الشخصيه. يعني بتقول secondary data information، الله ما احنا متفقين انه الداتا لما يتعمل لها processing بتطلع تبقى information، فليه ترجع تقول لي secondary data تقول لي information؟ طب دي pure data، primary data هي حاجه raw، ليه بترجع تقول لي information collected؟ يعني فهنا بس الدقه انه دايما secondary associated مع كلمه information واسوشيتد مع كلمه gathering. فانت بتجمع كما هي، كما هي حالتها زي ما هي، بتجيبها تستجلبها كما هي. وسكندري، طب ليه كلمه سكندري؟ لانها بتسبورت ديفايننج اند ديزايننج ذا بروبلم، مش بتسولف، مش هي اللي هتحل. امال مين اللي هيحل الثانيه؟ يعني لو انا سالتك مين الداتا في دول هتقول لي البرايمري. فين الانفورميشن؟ السكندري. مين فيهم بتساعدك تعرف البروبلم وتعمل ديزاين؟ سكندري، اللي بتساعد تعرف اهي، دي اللي بتساعدك تعمل problem definition وديزاين او plan. طب البرايمري؟ لا، البرايمري هي الداتا اللي هتعمل solving، اللي هترد على السؤال، هي دي اللي هتجاوب، لان انا عامل ديزاين واختار داتا بعينها. عشان كده كلمة collecting او collected او data collection هي المرتبطة دايما بكلمة primary. فتعال نربط الثلاث كلمات دول مع بعض. data، وفي فرق بين collection وgathering. اه ما انا بقولك اهو، gathering يعني احمد راح جاب ريبورت من المكتبه، احمد راح جاب ريسيرش من الساينتفك ريسيرش، جابه زي ما هو انفورميشن، استفاد بيه بقى. فقال مثلا انه خلي بالك العميل للاونلاين ايديوكيشن دايما سنه ما بين كذا وكذا، السيجمنت بتاعته مثلا يعني هيبقى ساتسفايد اكتر، ده ريسيرش او ريبورت وات ايفر بقى هو ايه. انما كولكتنج يبقى احمد ابراهيم عمل كده ديزاين محدد، حط فيه شويه اوبشنز، عمل هيز اون كويستشنير بأسئلة بطريقة إجابة محددة، وراح لناس بعينها وسألهم. الداتا اللي جت نتيجة الديزاين هي دي اللي اسمها primary data. لو طلعنا فوق كده تاني هو على الرسمة دي، لما نيجي نقول مكان السكندري فين هنا يا جماعة؟ في step 1 و 2. انت وانت بتعمل problem definition ما انت هتستخدم من الانترنال database وهتستخدم الانتليجنس، صح؟ فدي هنسميها information وسميها secondary وسميها gathering في المنطقتين دول. طب هنا بقى هي دي اللي بجمع collecting primary data، سهل؟ آه دكتور واضح. دي نقطة مهمة قوي خالص جدا، لأنه دايما بنلاقي الناس confused فيها. فكلمة collection مرتبطة أكتر، آه سوري أنا عايز أجيب لكم كلمة collection مرتبطة بـ primary data، مش موجودة هنا، أوكي، لا مش موجودة هنا، ماشي. كلمة collection مرتبطة بـ primary data، وكلمة gathering مرتبطة بإيه؟ بـ secondary information. طيب gathering هقول أهو، أنتوا تقولوا لي gathering secondary information، فأني خطوة من خطوات الريسيرش؟ أولى والتانية. الأولى والتانية defining the problem والplan أو design. collecting primary data، فأني خطوة من خطوات الريسيرش؟ الثالثة. آه اللي هي الرابعة following the design. المهم تقول إنها اللي بعد الplan أو اللي بعد الديزاين. ماشي؟ تمام. حد كده متلخبط ما بين الاثنين دول تاني؟ نرجع للكتاب.
الكتاب بعد كده بيكلمنا على بعد البرايمري والسكندري ويفرق ما بينهم، بيكلمنا على حاجة اسمها Data Collection Methods بقى، يعني لما نروح نجمع Primary Data نجمعها ازاي. فعمل جداول ظريفة وحط تقسيم، عايز أبسطه لكم شوية. أوكي، يعني قال في حاجة اسمها Approach اللي هي Observation وSurvey وExperiment، وبعد كده قال في أدوات اللي هي الكوستشنير، وقال في Sampling، وقال في Contact Method. عايز أبسط الجدول ده، وهو شرحهم هنا، قال Observational Research، قال ethnographic research، وبعدين قال التعريفات دي مهمة قوي نقراها يا جماعة. وقال حد قرأ دول ويقول لنا الفرق ما بينهم؟ يعني لو قلنا عندنا observation وعندنا survey وعندنا experimental وعندنا questionnaire، ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بين الاسماء دي كلها اللي قالها؟ مين يقول لي كده افكار؟ هو observation دي ان انا بشوف الناس من غير ما interact معاهم، يعني بشوف هم بيعملوا ايه من غير ما بيعرفين ان انا بشوفهم. صح، اهم حاجه يا ندى في الاوبزرفيشن ان انا I'm not interacting directly مع الريسبوندنت. خلينا نسمي بقى الناس يا ندى ان هم الريسبوندنت. مين الريسبوندنت وايه تعريف الريسبوندنت؟ هو الشخص او اليونت اللي بجمع منها برايمري داتا. شفتي بقى الكلام هنا هيبقى ماتشنج، اللي بتجمع منه برايمري داتا يبقى اسمه ريسبوندنت. اتفقنا؟ ممكن اللي بجمع منه سكندري او بجيب ريبورت اسميه ستيك هولدر. اوكي، لان انت ممكن تساليني بقى سؤال يا ندى، او انا اسالك سؤال، اقول لك لو انا عندي عميل والعميل ده اداني انفورميشن في منطقه البروبلم ديفينيشن، ده اسميه ريسبوندنت ولا ستيك هولدر؟ هو لو اداني حسب اداني معلومه ازاي؟ ما هو اداني اعتبريها بobservation، يعني انا حاطط سنسور كده بيobserve الناس هي بتعمل ايه في الاوتلت ولا الستور عندنا. هل ده اعتبره primary data collection من respondent، ولا اعتبره gathering secondary information من stakeholder؟ حلو السؤال ده. لا respondent. ليه بقى؟ هو غلط، بس قولي لي ليه. عشان ما انتراكتش معايا دايركت، يعني لو انا بشوفه بس. مش ده الفرق الوحيد. لازم نقول لو انا عندي، ما هو ايه اللي خلانا نجمع برايمري داتا؟ ديزاين. لما اقول لك ان انا في ستيك هولدر اناليسيس، او بقول لك انا بعمل انترنال داتابيز، ببنيها، بجمع انترنال داتابيز او بجمع انتليجنس، انا كده عندي ديزاين؟ ما عنديش ديزاين، صح؟ ما عنديش ديزاين عامله علشان اجمع سبيسيفيك داتا. فوات ايفر بيتجمع من الناس او من اي حد من غير ديزاين، من غير بلان، من غير ما اكون عارف اكسبلوراتوري ولا ديسكريبتيف ولا اكسبلاناتوري او كوزل اللي هو كتبه عندكم انتوا كوزل، هبقى بجمع جاذرنج وسكندري وانفورميشن عشان اعرف هو ايه اللي بيحصل بشكل عام، هو ايه الحال، اللاندسكيب اوف ماي انفورميشن شكلها عامله ازاي. جينيريك، صح؟ تمام. بقى عندي ديزاين وعندي specific research والديزاين ده I'm following a certain design أو specific design، ساعتها نقول إن عندنا إيه؟ نقول إن عندنا بنجمع primary. سهل كده؟ طيب observation، صح. إيه الفرق بقى ما بين observation وحاجة تانية؟ اختاروا أي حاجة. experiment مثلا، أنا اللي بعمل تجربة بإيدي. الاكسبيرمنت اولا، الاكسبيرمنت هتعامل مع الشخص مباشره ولا لا؟ هتعامل مع الشخص مباشره. عظيم. هم اجيب لكم على الشاشه. فالفرق الاولاني هنا ان انا بانتراكت مع الشخص بشكل مباشر. طيب ايه تاني؟ اهم شايفينهم كده، كويستشنير، انترفيو، اوبزرفيشن، اكسبيرمنت. ده يعني ان ناتشل اللي هم العدد من الصفحات اللي بتفرق ما بينهم يعني. طيب الكوستشنير سيم برضو، انا بنزل اسال شخص مثلا حاجه، سواء تنزل او تبعتها له اونلاين. يعني هنا هو انت عارفه وعارفك وانت بعت له وبتقول له انت مين. طيب الانترفيو لازم بقى يبقى دايركت كونتاكت بيننا. طيب ايه فرق الانترفيو عن الكوستشنير؟ محتاج ابقى شايفه غالبا، يعني ما يبقاش اونلاين. ممكن تبعت لي كويستشنير بالايميل يا
يا لؤي تبعت لي كويستيونير بالايميل واجاوب لك عليه وابعته لك ايميل، بس انا عارف ان انت لؤي وبعت لي كويستيونير عن الملابس دي او البراند ده وانا بجاوبه لك. ايه فرقه بقى عن الانترفيو؟ كيف انا ما اعرفش مين الشخص قوي في الانترفيو، ما يفرقش معايا مثلا. لا، اهم فرق ما بين الكويستيونير والانترفيو ان الكويستيونير بري ديفايند كويستشنز، يعني سؤال مكتوب وبعد السؤال علامه استفهام وبعد علامه الاستفهام سكيل، يعني تشويسز مثلا يس اور نو، وبنسميها كلوزد اندد كويستشنز او اوبن اندد. انما الانترفيو مفيش سبيسيفيك كويستشن، يعني مفيش سؤال محدد. امال ايه اللي محدد؟ الفاريبل محدد. يعني انا عندي 4 فاريبلز وداخل اتناقش مع الريسبوندنت اللي هو الكاستمر مثلا كونسيومر لؤي، بنتناقش حوالين الاربع فاريبلز دول. فيسالني هو نتناقش في سؤال، انما انا دايما قاعد اكلمه في الكواليتي اوف ذا برودكت، فاقول له ايه رايك في الكواليتي بتاعه البرودكت، فيقول لي والله كويسه بس انا عايز انبهكم انها خشنه شويه. يعني انت شايف الخشانه دي تفرق معاك؟ اهو شوف ده سؤال طلع يمكن وانا قاعد اتكلم مع لؤي، بس طول الوقت بنتكلم على الكواليتي، نتكلم على البرايس، نتكلم على السيجمنتيشن. انا محدد الفاريبلز انما مش محدد السؤال. ده الفرق ما بين الاثنين. الفرق ما بين الانترفيو والكويستيونير مهم قوي، ان الانترفيو بنتناقش في فاريبلز، فما عنديش سؤال محدد، مش لازم يبقى عندي سؤال محدد. الكويستيونير السؤال فيري فيرم، فيري فورمال، بري فورميليتد، تم تجهيزه سابقا. الاوبزرفيشن زي ما قالت ندى، انا براقب بتابع، وممكن ساعتها يبقى عندي سؤال محدد او بجمع حسب ما الريسبوندنت بيؤدي. الاكسبيرمنت الحقيقه فيها شويه خليط، بالدرجه انه عندنا مثلا بعض الاكسبيرمنتس هتبقى الناس شايفانا او عارفه، وبعض الاكسبيرمنتس لا. يعني مثلا ممكن يبقى دلوقتي وانا مش قايل لكم عامل اكسبيرمنت ان انا عامل طريقه معينه في السيشن دي، وفي السيشن اللي بعدكم هعمل طريقه تانية، فدي اكسبيرمنت. فتجربه معناه انك عندك تو جروبس او اكتر من جروب، وكل جروب بتتعامل معاها بشكل مختلف. واضح كده شويه الفرق ما بين الاربعه؟ دكتور واضح. انهي واحده من دول انسب للبلان او للديزاين اللي اتفقنا عليه، اللي هم الاكسبلوراتوري والديسكريبتيف الاكسبلوراتوري والديسكريبتيف اهم والكوزال، مين مع مين؟ ممكن الاوبزرفيشن مع الاكسبلوراتوري. اوكي اهي، يعني ده مجرد سيناريو، فكره عامه. لما يبقى عندي باكسبلور ممكن اوبزرفيشن زي ما قالت ريم، اظن زي ما قالت ريم الاوبزرفيشن والانترفيو ممكن يناسبوا الاكسبلوراتوري شويه. لو انت عندك اسئله محدده ودقيقه قوي وبتناقشها بالتفصيل، يبقى كويستيونير لو الكويستيونير عندك قوي، او يبقى الانترفيو. طول ما انت هتدور اكتر على الفرق ما بين دول وما بين دول، وبتدور على الفاريبل اللي بيفرق، هتحتاج الحقيقه تعمل كوزل، او بيسموه في كتب اخرى اكسبلاناتوري، يعني حتى من اسمه الاولاني اكسبلوراتوري، يعني بيحاول يستكشف كده عشان نعرف الفاريبلز بس. انما الاكسبلاناتوري بيفسر، يعني وصل ليه الرد التام على السبب والنتيجه. عشان كده بقول لكم دايما الكوزل ده اصعب، ولذلك لما بيعملوا دلوقتي حتى بيسموه كده اختبارات على الفاكسين، وبندور على عقار وبندور على علاج او بندور على اي كيور، يعني انت دايما بتعمل منطقه الاكسبيرمنت دي، بتوصل لمنطقه الاكسبيرمنت. فعندك جروبس، وجروبس بتديها الفاكسين الحقيقي الفعلي، وجروبس بتجرب معها فاكسين تاني، وجروبس بتديها حاجة بنسميها بلاسيبو اللي هو مش عقار فعلي، حاجة كده فيك يعني، وهم فاكرين انه بياخدوا العقار، ونشوف اتأثروا ولا متأثروش، عشان نتأكد ان اللي بياخدوا العقار بيتأثروا من العقار نفسه ولا بالانترنال يعني بيرسبشن بتاعت الشخص يعني. وحتى بيبقى الفيزيشنز او اللي بيجمعوا منهم ديتا وبيحقنوهم مش عارف انا شغال في انهي جروب، انا بتعامل مع مريض ومعايا دواء، يا ترى الدواء بجد ولا دواء الفيك، ما بيبقاش عارف. فدي اكسبيرمنت بتبقى فيري كومبريهنسيف عشان نطمن يا ترى الفاريبل فرق ولا ما فرقش سيجنيفيكانت ولا لا، وبمقدار قد ايه. واضحه الخريطه دي؟ هتبقى موجوده عندنا طبعا في التسجيلات، واظن كمان موجوده في التسجيلات السابقه. سهل كده؟ حد عنده اي لخبطه؟ دكتور تمام.
طيب علشان وقتكم اللي عندهم محاضرات هنعمل ايه، هنكمل قرايه الشابتر بقى، هتذاكروا كويس احنا تقريبا خلصنا اغلب الشابتر، باقي الجزء بتاع السامبلينج، الكلام عن عن السامبلينج يعني سامبلينج ديزاين وانواع السامبلز وانواع ازاي تحسب السامبل اند سو اون. فكملوا مذاكره الشابتر، هعمل لكم اساينمنت هتنزل على الجوجل كلاس روم على الجزء ده، وممكن نعمل حتى على الجزء بتاع السامبلينج عشان انفستيجيت كده فهمتوه ازاي. المره اللي جايه هنبقى بنتكلم على الشابتر غالبا اللي بعده، هقول لكم بالظبط هختار شابتر يبقى مناسب اكتر كمان للاونلاين. فتابعوا معانا بقى على الجوجل كلاس روم علشان الظروف الحاليه، وخلي بالكم من نفسكم، الكمامه المطهرات في ايديكم طول الوقت، وان شاء الله تبقى اغلب المحاضرات والدنيا كلها تتحول اونلاين علشان نقلل اي فرصه تعرض لاي خطر يعني. اي اسئله او اي استفسار؟ شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. المحاضره هتلاقوها برضو على الـ على الـ على الشانل او على الليست بتاعه اليوتيوب، وهنزلها لكم برضو على جوجل كلاس روم. اوكي يا دكتور، شكرا، بالتوفيق يا شباب، مع السلامه. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه.